أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير. حصريا من اليابان تم اليوم الكشف رسميا عن تويوتا كراون سبورت موديل 2023 بثلاث فئات جديدة. لاحظوا شعار كراون وشعار تويوتا في الخلف. تعتبر من سيارات الـ SUV شبيهة بسيارات الكروس أوفر من حيث الخلفية. طبعا حجمها نفس حجم Lexus RX والمحرك هو نفس محرك Lexus RX. إضاءة أمامية LED كشاف ضبب LED مع خط كما تلاحظون. مقاس العجلات 21 إنش والنسخة العالية سوف تأتي ب 22 إنش. شكل السيارة جميل رياضية. سوف يتم إطلاقها رسميا لدى الأسواق في الشتاء إن شاء الله. محرك 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر. وهناك نسخة سوف تأتي بمحرك هجين كهربائية بالكامل. طبعا السيارة تنافس سيارة Lexus RX. هذه الداخلية جير اوتوماتيكي جلانت كهرب. الداخلية شبيهة لحد كبير بتويوتا كراون كروس اوفر التي تم الكشف عليها مسبقا. مع تطريزات باللون الاحمر لانها نسخة رياضية شبيهة بالنسخ الجي ار. فتحة تكييف في الخلف. منافذ تايب سي. فتحة سقف ايضا بانوراما. مثبت سرعة ورادار تنبه خروج عن المسار. شاشة عدادات مقاس 12.4 انش. مراتب جلد رياضية. تسخين تبريد للمراتب الامامية. هذه المراتب الخلفية. تكاية في النص. فتحة سقف بانوراما. منفذ 1500 واط. لا تنسوا متابعينا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. انتظرونا بتغطية ثانية وشكرا لكم.